في كرة السلة، أعلن اتحاد اللعبة عن إطلاق موسمه لبطولات الفئات العمرية ابتداء من الجمعة المقبل. أعادت اللجنة المؤقتة للاتحاد أعادت جدولة جميع المباريات بعد تأجيل انطلاقة الموسم بسبب الكشوفات الطبية التي جرت لجميع اللاعبين والمدربين المشاركين في بطولات اتحاد كرة السلة. للحديث عن بطولات الفئات العمرية باتحاد كرة السلة ينضم إلينا مدير العمليات وشؤون الأندية محمد الدباس. مرحبا بك سيد الدباس، وأبدأ بالسؤال عن عدد البطولات التي سيطلقها الاتحاد بداية من الجمعة المقبل. مساء الخير معن. مساء الورد معن. بالنسبة للبطولات اللي تنطلق يوم الجمعة، راح ينطلق عندنا 3 بطولات، سن 14 ناشئين وسن 18 ناشئين وسن 16 ناشئات. طب ماذا عن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة اللاعبين؟ بالنسبة للإجراءات طبعا زي ما أنت عارف يعني الأمور السنة هاي راح تكون فيها إجراءات صارمة، بداية بلبس الكمامات أثناء الدخول من وإلى الملعب وبنظام التباعد، طبعا الجلوس على دكة الاحتياط بنظام التباعد مع لبس الكمامات، بالإضافة لعدم دخول أي شخص غير معني في المباراة نهائيا، وهذا البروتوكول الصحي المتبع طبعا. التطبيق أمان يجب أن يكون نازل لدى الجميع، وفحص درجة الحرارة في حال كانت 37.8 ما راح يدخل هذا الشخص. وبالإضافة بنطلب من جميع الأندية أنه في حال شعروا أي لاعب عندهم بحرارة أو بأي أعراض يتم تبليغنا عشان نستبعد هذا اللاعب قبل دخوله إلى الصالة. هذا في البروتوكول الحالي، ولكن هل هناك بروتوكول في حال حدوث أي إصابة لا قدر الله لا سمح الله، هل هناك من بروتوكول يخطط له في حال حدوث إصابات للاعبين؟ أكيد طبعا راح يكون في هناك بروتوكول اللي هو المتبع حاليا من اللجنة الأولمبية ووزارة الصحة، راح يكون متبع عندنا موجود، ودائما احنا بنتناقش معهم بخصوص كل كيس بكيسها. في حال اصابه يختلف عن حال الاصابتين، في حال اصابه لاعب راح يتم عزل اللاعب وفحص الفريق خلال 72 ساعه، اذا كانت النتائج سلبيه استمر الفريق وبيبقى اللاعب معزولا. بالاضافه طبعا لكل يعني كل حاله لها اجراءها بالنسبه للجنه الاولمبيه. طب أنا أتحدث معك الآن سيد دباس وأطالع بالتوقيت ذاته العقوبات، لائحة العقوبات. نعم. وأرى أن هناك في إلغاء للمباراة في حال مثلا كان 3 لاعبين أو إداريين لا يمتثلون إلى التعليمات ولا يرتدون كمامات، وأيضا هناك تخسير مباراة. تخسير مباراة معروف أن الفريق يستفيد نقطيا أو حسابيا وفريق آخر يخسرها، ولكن إلغاء المباراة ماذا يترتب عليه؟ هل ستعاد المباراة؟ هل سيكون طرف متضرر حسابيا من النقاط وفريق آخر لا يستفيد؟ هناك حالة من عدم الوضوح عند هذه النقطة بالذات. لا، هاي لأنه هي مش عدم الوضوح، هي الدخول إلى الصالة، يعني هي قبل إجراء المباراة، فبالتالي إلغاء المباراة سيتم تخسير الفريق اللي تم ضبطه بدون ارتداء الكمامات. إذن في حال دخل إلى الصالة قبل انطلاقة المباراة سيكون إلغاء المباراة. نعم، بالإضافة طبعا إذا أنت شايف العقوبات معن، في عنا العقوبات تصل إلى حرمان لموسم. صحيح صحيح. نعم. أطالع ذلك، هي متفاوتة يعني بتدرج دعنا نقول، سواء القيمة المادية للعقوبة وحتى العقوبات الفنية. على أي حال مدير العمليات وشؤون الأندية في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة سيد محمد أدباس، شكرا جزيلا لك.